صباح الخير، صباح النور. كيفكن حبايب قلبي؟ بتمنى تكونوا كلكن بألف ألف ألف خير. انتو عم بتشوفوا فيديا اليوم، شربنا قهوتنا عند الصبح أنا وهادي ونزلنا لهون على الجنينة تنشوف الزرعات تاعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، تنشوف شو صاروا. طبعا ما شاء الله هادي قبل الضو بيسقيون، وبس تغيب الشمس بيسقيون. ليكو الفجل، تعال فرجيكم الفجل. على فكرة هاي الهون هاي كزبرة، الله أطيب ملوخية لأعمل فيكم، طولوا بالكم. وهيدا الفجل ما شاء الله، ظنوا رأي الفجل بيتاكل. تبارك الرحمن، يعيشوا هديات يهدوا يا زوجي الحبيب. عن جد ما شاء الله إيدك خضرة مثل ما بيقولوا. بنشوف لنا شي عرق نسحبه لنشوف شو بيطلع منه. فجل صار فينا ناكل منه؟ ما بعرف الله، يعني بلش يبيض هلا هو. كيف بنعرف؟ ليكو الركة يلي هونيك تحت الانجاصة، هي ركة هونيك يلي ورجيني. لولو ديعانا كان بعد عمهل بلش كان ورجيني يعمل. بس بتعرف شغلي هادي، بيكفي انه اورجانيك طبيعي ناتشورال، ما فيه مواد كيميائيه. تاكلوا شيء بتعرفوا حالكم شو عم تاكلوا. بتعرف انا بدي اكلها هي وورقتها يا هادي. قلت لها بالقليل بنعرفها مي، شو هي مي نظيفه عم نسقيها. يسلم تمك، غير ما تكون السوق بتعرفي الله عليم شو بنشوف بسقوها من وين. يسلم تمك. اي والله هادي في كتير اجتني تساؤلات، يا ليلى ليش ما فرجيتينا كيف زرعتوا؟ يا هادي بدي هيك تقول لهم بس كيف نحن زرعنا. والله الزرع يعني كتير سهل يا جماعة. بدها شيء هيئه الأرضية لألا، يعني كيف هيئه الأرضية؟ مثلا عطينا درس بشقف صغير، يعني قد شبر مثلا، اعتبر هيدا الأرض، هيدا اللي هون نحن بدنا نزرعه. هيدا الأرض بنفتت التراب اللي فيها مثل هاي، بنفتتها يعني بنضربها مثلا بالمنكاش وكذا، أو بنفرمها على المكنة. عرفتي كيف؟ يعني المهم تكون رخوة ومفككة، صار مثل التراب. تكون مثل الرمل قصدك، تكون مستوية تماما، يعني مسطحة تماما، ما يكون في لا نزول لا طلعات ولا شيء. تمام. حتى المي ما تكروش. تمام. ومنرش هالبزر ومنخرمش وتخرمش هيك، يعني بنخلطهم مع التراب بالشوكة تبع الأرض. أو حتى بالإيد ما لنا مشكلة يعني. وبعدين بندعس عليها لحتى البذرة تثبت محلها. والله. إيه، لأنه ليش؟ حتى بس تسقي ما تلعب بذرة تروح يمين شمال. بهالحالة بتصير بيطلع هون هون بيطلع هون ما بيطلع. عرفتي كيف؟ فهمت عليك. بس بهالطريقة لما بنكبسهم بنثبته بنسقي بدون ضغط بتضل البذرة محلها، بيطلع كله مثل ما شايفين. بتثبت البذرة بمحلها. يعني انتم من بعد ما تهيئوها للأرض وترشوا البذر بإجريكم دعسوا الأرض، دعسوها ليش؟ بس مش دعس قوي، دعس بطريقة إنه البذرة تثبت، لأنه بس بدنا نرش المي تضل البذرة بمحلها. لكن احنا مثلا تبارك الرحمن. انا كثير مبسوطة فيهم، كثير كثير كثير. لك على فكرة ريحتهم بدي ذوق، بدي ذوق، بدي ذوق، بدي ذوق، بدي ذوق لو بس هاي هاد لندوق. والله اسانس كزبرة يا جماعة. كيف تدوقي هديكي؟ هيدا شو؟ هيدا رشاد. ليكو هيدي شو عمل لما زرع؟ كل كيس كان بقلبه البزر حط بقلبه حجارة، قال مشان نتذكر هيدا شو كان. هيدا رشاد بدي توق. رح حرك طبعا بيضل هيدي يسقيهم، مشان هيك انه كتير نضاف. بتعرف الرشاد شو بده هيدي؟ عن جد حار، بده زيتون. يي شلفط لساني والله يا هيدي، حار بده زيتون، بده لقمة فيها زيتون أخضر وهيك كمشة رشاد وكله. هيداك البقدونس وهيداك اللي تحت الانجاص هي الركة. البقدونس بده وقت لهيدا يطلع ليلى. والله أحلى صباح، أحلى صباح مع هيك مزروعات. والله إن شاء الله دايما بدنا نزرع بإذن الله. كتير كانت تجينا تساؤلات. هيدا الركة شو بده؟ هيدا الركة بده بيض مقلي، بده سردين. إيه سردين. بعتقد في كتير ناس ما بيعرفوا الركة يا هادي. جرجير. مثل الجرجير. هو منه جرجير، الجرجير هو جرجير زراعة، جرجير زراعي، بس الجرجير البري طعمته غير هيدا. أنا ضيقته للجرجير البري، ضيقته بقاعي وضيقته من أرض أم حسين، بيطلع حد الساقية. بس هيدا الركة من فصيلة الجرجير، بس كمان طعمته بتشبه الجرجير. هاد لندوق. الله يهدي شو طيب. بتحس عن جد يعني
سبحان الله كل شيء اورجانيك غير. شو عم تعمل هاي الفجله بايدك؟ هلا بنغسلها بكلها. طيب هلا بنغسلها بكلها، والله ما بكب شيء. وانجاصاتنا الحلوين، هذا المخ البغل بسموه مخ البغل، اذا الله راد بحياته ما بيستوي مخ البغل، بضل هيك بضل شهر اثنين ثلاثه. تجي نقسم الفجله، انا نص وانت نص. كلي هذا هيك باكل كلها هي انا؟ طيبة. باكل نص انا نص انت. كثير طيبة. عن جد طيبين. مدري لأنه من أرضنا، مدري لأنه طبيعي، بس طيبين. كان عندي شوية شغل بالمطبخ، تعرفوا، تعرفوا. أكثر شيء الصبحيات، يعني قد ما تكون ست البيت سبحان الله مشتغلي بالليل، بتفيق الصبح بتلاقي يلي جاي على باله ينزل على المطبخ، يعمل اغتيالات، يشوف هيك الجوع تبع اخر الليل، شو مطلع اشياء من البراد، شو عامل اشياء على المجلى، فاجباري يعني قد ما اكون انا عامله شغلي بالليل، بدي فيق الصبح، يعني اكيد الشغل بيكون اخف بكثير من انه انا اساسا بكون تاركه الشغل. بالليل المطبخ يضرب يقلب مثل ما بيقولوا اهلنا بمصر، وفي الصبح وزيدي عليهم الاغتيالات يلي صايره بالليل. فلا الحمد لله انا بخفف شغل، بكون مخلصه كل شيء علي، بفيق الصبح بشوف شو عندي شو علي. اكيد تمسيح الاسطح هذا اهم شيء، بمسح المجالي، بمسح الطاوله، الفنجانين النسكافيه كمان بنجليهم بنشيلهم وكله بيمرق. انا بالجنينة عند الصبح لقيت هول الانجوستين واقعين على الارض ضيعانه، فاحلى ما يروحوا هيك ضيعان ويتخوا، فجبتهم غسلتهم. هلا اللي جاي على باله، انا اكلت وحده عند الصبح، اللي جاي على باله بيستحلم مش بياكلهم، رح احطهم بالبراد مشان يضلوا باردين دائما وابدا. شرب المي كل ستات البيوت ما تنسوا، عن جد منيح للنضاره، منيح للبشره، منيح لصحة الجسم. فروحوا تعوا بالمطبخ اشربوا مي، روحوا تعوا اشربوا مي. إذا بتنسوا تشربوا مي خلوا دايما قنينة قدامكم، خلوا جورد خاص فيكم، روحوا تعوا اشربوا مي. ما بتتخيلوا، ما بتتخيلوا يا جماعة شرب المي قديش منيح للجسم، قديش بينظف الجسم من جوا، بيعطي، وهذا الشيء بينعكس على البشره من برا، بينعكس على وشكم، حتى بيعطي طاقه. يعني تخيلوا قله شرب المي بخلي الانسان خمول، بتصدقوا هيدي المعلومه؟ فكتروا شرب مي، يعني اذا ما فيكم 3 لتر يا اختي 2 لتر، لتر لتر ونص منيحه، المهم اشربوا مي. هلا علبه العسل لها عندي فتره، فعم جهز الترويقه لاولادي، فكرت شو بدي طعميهم شو بدي طعميهم، قلت خليني افتح علبه العسل وخليني اعمل لهم ترويقه زبده وعسل، بحبوها لهيدي الاكل كثير. على فكره انا اولادي من الاولاد اللي بحبوا العسل ولله الحمد، بعرف كثار ما بيحبوا العسل، ما بعرف ليش، مع انه والله طيب. يعني ما بعرف بتعرفوا شغله، الاهل هم اللي لهم التاثير الاكبر على الاولاد، بل هو التأثير الكلي على الولاد. يعني لما الأم بتقول لا أنا ما بحب الباذنجان، صدقوني بيطلع الولد ما بيحب الباذنجان. لما بتقول الأم أنا ما بحب الكوسة، ما بحب الحليب، مين ما بحب الباذنجان؟ سمعني هادي عم قول يا هادي، الأم والأب إنه الأهل بشكل عام هن اللي لهم التأثير الأكبر على الولاد. إنه في ولاد ما بياكلوا عسل، صدقني فتش دور بتكون امه ما بتاكل عسل، بيكون بيو بيكره العسل، فالولد خلص بيسمعها هي الماما بتكره العسل او انا بكره العسل. بس لا ليش احيانا مثلا انا انت بتعملي اكل معين مثلا وانا ما عجبني فيها نقطه معينه، الولد بتلاقيه بقلدك لحول بيقول لك لا ماما ما بدي كذا، ليه؟ بكرر اللي انا قلته. ايه بس لو انا كلت وتمسكت وكل شيء صح بتلاقيه بياكلوها وطبيعي بياكلوها والدنيا بالف خير عن جد. وإذا كان الأب هلا هو ما عم يطلع فيني، إذا كان الأب من النوع اللي بينقنق على الأكل، ليش هذا هيك؟ حتى لو كان الأكل بيرفكت وكله تمام، إذا كان الأب بينقنق صدقوني الأولاد بتصير تنقنق، إنه يا ماما ليش الأكل هيك؟ يا أخي كل أنت مسكت. لا أنت محشم، أنت ما بتنقنق، الحمد لله، بشكر الله، بشكر الله أنا على هالنعمة، هو بينقنق بس شوي صغيرة، شوي صغيرة، بس بالنهاية بده يتاكل الأكل، شو ما يكون مطبوخ بده يتاكل، أنا طبختين ما بطبخ، هي طبخة واحدة بتكون موجودة، عن جد والله، يعني هيدي الشغلة كمان وحدة من النقاط يلي لازم كل ست بنت تتبعها، إنه أكلة وحدة، منا طيبة ما في غيرها،
مش مثلا الام بتقول يا الله ابني ما بياكل هالاكل، بدي اعمل له سباجيتي، بدي اعمل له اندومي، او بدي اعمل لا بفله لفه جبنه، بلف له لفه جبنه، لا هذا الاكل هذا هو بدك تاكله. بس انا يا هادي بعذر الوالد اللي مثلا بيقول عن اكلي وحدي فقط بالتحديد انه انا ما بتقبلها، ما فيني اكلها، بس مش كل الاكل عن اكلي وحدي. مثلا بيقول لك انا ما باكل باميه، لكن اوكي ما تاكل، بس غير شيء بتاكل. لكن احيانا انا كنت هيك في شو اكلات ما كنت تاكلها، بس ابي الله يرحمه كان يقصدني انه كلها بدك تاكلها، لا انه كان يقصد فيها انه دوقها، يعني شو مدربس بدربس هالعلبه العسل، انه دوقها بعدين نقول كان باكلها ولا لا. سبحان الله كنت اكلها دوقها، يعني تقريبا والله طيبه وكفيت اكلها. بس انت المهم تقول ما بدي اكلها، بس لما بتدوقها بتكون طيبه. كنت اخذ فكره خاطئه مثلا، بس لما بجرب بتعجبني بقول الحمد لله ابي غصبني عليها انه طلعت طيبة ليكم. هيكو كلياتكم هيك، انتو كلياتكم عسلات، كلكم عسل. شوفوا شكلي بشهي عن جد. على فكرة هذا العسل جاي منو من هدول الافيرين، افير منو جاي من الافير المربع يلي بيعملوه النحارين، لا هذا العسل جاي من الجبل. هذا طبيعي، هذا طبيعي، هذا جاي هذا مقطفينه من قلب الجبل، يعني هذا كله 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 خلقة ربنا، ما بدون تدخل انسان. فا عبيلي جوق والله، الله سبحان الله. ريحته غير، ريحته غير العسل اللي بنشتريه. ليكو شايفين؟ بسم الله. تعي هيدي دوق، تغيرت المعلقة. بتعرفي انا بحب العسل، ما مشان شيء بس مشان ما ترجع نفس المعلقه على سبحان الله. لكي قديش في ناس بتحب العسل وانا قديش بحب الحلو، بس العسل مين صاحبي انا؟ ما كانوا كنا عم نحكي قبل شوي والله، ما كنا عم نحكي مع حالنا. لكي قديما كانوا يحبوا العسل لانه ما كان في سكر. هلا الله يخلي لنا السكر، بس بعد ما اكتشفوا السكر صار في الحلويات والاشكال الوان الحلويات، شيء شرقي وشيء غربي وشيء اسيوي وشيء افريقي. صارت يبدو العسل. تصدوا إذا بقلكم لا طعمته عسل ولا ريحته عسل. طيب ما أنه مثل العسل من جوه بالعادة، هذاك كله مليان سكر. سبحان الله طعمته مختلفة. مربعين على السكر، هذا عسل. أول مرة بتاريخ عمري أنا بأكل عسل طبعا من حدا موثوق بيقولوا لي هذا مقطوف من الجبال، ما انه شغل افران، هدول المربعات اللي بيربوا فيها نحل، هذا ما انه شغله، هذا مقطوف من الجبل، بيعربشوا هيك بالخيطان على الجبال وبيقصوا منهم. اوكي صار منيح الحمد لله، عم اذا في عسل اصلي. والله لما عاد عم بشتغل عم يصير في حرايق وعاد عم بنشم مبيدات وما بعرف شو، ما ضل نحل يروح يعرش يعني على الشجر وعلى الوديان وعلى الصفر. سبحان الله عن جد عن جد بسموه دواء. نعم. فهلا حبيب قلبي نزلي على طرابلس، نزلي لعند مرت عمي حبيبة قلبي، بس مش رايحة دغري على بيتها، لا اخدتها ونزلي على السوق. اليوم جاي عبيلي انزل على السوق، في عندي كذا غرض. السوق الشعبي، السوق المرة مشينا فيه برمضان اذا ذاكرين، مرة فتنا فيه برمضان كان فيه بيعين خضرة وبيعين التياب وبيعين كوبريات، كل شيء كل شيء كل شيء الله خلقه بهالحياة بهذا السوق. فسوق عجقة كتير، وانا بحب انزل مع احدا على هذا السوق، ما بحب انزل لحالي. فرح اخدها هي وبنت عمي، وانزل مين بنت عمي؟ امرور حبيبة قلبي، وننزل على السوق. في عندي كذا غرض بدي اجيبه، بدي اجيب شوية تياب، بروتالات، قصص لاولادي، تحت بلاقي البضاعة اللي انا هيك بقعد بتكتك وبنقي وهيك قصص. ومنشوف بعدين كيف رح يمشي نهارنا، واكيد رح شارككم. ما بعرف اذا فيني صور لكم بالسوق، حيكون كتير عجقة ما كتير متأكدة، بس اكيد رح فرجيكم حميتي حبيبة قلبي، هذا شيء اكيد. من هون من هون امروا؟ ما شاء الله ريحتهم يخز العين، الله يبارك. يعني الله اكبر، ذبح ايدهم ما بجيبهم برا، هن بذبحوا وهن بيشوا وهن بيعملوا كل شيء حلو ما شاء الله. اليوم بدنا نرتاح يا مرت عمي، اليوم عبالنا نرتاح عن جد، لا طبخ ولا نفخ ولا وقفه بالمطبخ.
مرت عمي كان فرج إذا الله رد. عم يقول لعبد ثلاثة. ناخد ثلاثة إذا الله رد. اليوم ما بدنا نوقف بالمطبخ. أكيد لأن الشغل. لا تعب ولا شغل. يعني هو بيجي لعنا. هو بدي يجي لعنا. إذا الله رد. بس نحن جينا لعنا. ما بيأثر المهم وقفنا وما تعذبنا قدام الغاز. جارنا قديم. بيعه حلو ونظيف. وكثير كثير جايز ده شغل ايده. اهم شيء مرت عمي عن جد النظافه. نظافه اي والله. صح. عادي. ما فيش كثير. ما فيش كثير. عادي. 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 اه يعني يا مرت عمي بيفتح هيك مشان يستوي قلبه؟ ما انا عندي تنامي كيف بدي لحالك تنامي؟ والله من وصلتنا على غسيل الايدين نزلنا جبنا شوية اغراض بالسوق تفتلنا بهالسوق نتفه والله هلا كان بس فينا نرجع ونحن نفوت على المطبخ ونطبخ؟ مستحيل اجمالا حلو يا مرت عمي الواحد يجي من السوق يكون جايب معه اكلاته مشان ما يتمرمس قلبه ويرجع يوقف بالمطبخ ويتعذب هذا ذو القرنين منو حي الله فتحي عيني هالقد هالقد طبعا جينا من السوق كنا مقدم الأذان فتنا صلينا معودي انا هون بالصالون عند مرت عمي حط سجادة الصلاة على الكنبايه خلص نحن بس نيجي دائما منفوت على الصالون ما بعرف ليش عم تهز الطاوله منفوت على الصالون ومنشيل السجاده ومنصلي لفت نظري هالمره ليكو شو جايبه هيدا توب الصلاة كثير عجبني كثير كثير حلو ليكو من تحت تطريسته كيف جايه يا الله والله مرت عمي هذا من السعوديه هذا من الحاج رحت على الحاج من وقتها ان شاء الله عقبال كل شيء لاول مره انا بشوفه اذا بس لما اول مره بطلع هيكم احلى بس ما معه تنوره اه هو بس هيك بس كثير حلو هات له قلبسه قدامكم كثير حلو لفرجيكم ما معه تنوره لفرجيكم مبيني انا عليكم ليكو هذا هيدا بعتقد هيك يا مرت عمي صح شوفي على الغي ورا شايفه حالي على الكاميرا شو رأيكم ليكم أحلى حلو حلو يعني مش والله بس إنه تياب الصلاة يا مرت عمي يكونوا يلا إنه حلو كتير بس معه تنورة ما هي ايه؟ هو بس هيك لو معه تنورة دليل عين كتير حلو كتير كتير حلو حبيت هيك عيني يا ليل شفتي شو حلو شفتي هالتطريزة يعني المفروض هاي المغيطة وين كانت تنحط هون ايه هون عم حبيبتي هون هيك بتجي المغيطة عشان ما يسحب شو رايكم؟ مبوري مش بوبلي ليكو من هون كيف هيدي جاية؟ شوفي لجوا كثير حلو حلو كثير يا معتاد كثير حلو عن جد حلو كثير ليه ما جبتيلي مثلا؟ خلص خذي بقدر لا انا عندي تيابسة طالما انت حبيبة قلبي سوري حبيبة قلبي بركي تنعدي بليلة على الحاج انت الجاية الله يطعمك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السما كثير حلو حبيبة قلبي بس لا اكيد ما حاخذه من مرت عمي انا هذا لها انا عندي توب الصلاة ببيتي والحمد لله رح طوي لها اياه وحط لها اياه جوا محل ما كان يا عمري ام الرار ليكي بحكي نعمي معكرونة عجبني عم بتطلع انا على الغاز عم شوف هذا شو والله يا ليلى وحياة الله كانوا ما في اطيب منه يعني الفضل للفضيل مرت اخي حبيبة قلبي بس بتصدقي شكلهم مغري بتحسي كأنه قطعة بيتزا هلا شو بتعملهم هلا هيدا بيتسخن رواق حطهم بالميكروويف انا مشان بالميكروويف هو شو من شو عملتي هي اكيد شغلك انت حبيبتي معكرونه ايه فطر جزر بازيلا بصل يابس مقليه بهارات على كيفك الجبنه ثلاث انواع جبنه شو هن على وشها من فوق جبنه شو اسمها هلا حاجيك اياها لحبيبتي بتشحلي ما تقولي لي البارميزان صح والله والله شكلها بشهي فرجيني شو مين بحبها؟ هي بجيب منها دائما انا هيدي البارميزان هي رائعة كثير كثير طيبة معها يلا رح نسخنها لك انا يلا حطوا لحد هالفريريج يلا وهي ام الرور هون عم بتفضل حميت السخن بسم الله الرحمن الرحيم يا احلى يا احلى حياتي من الرحم شو معك سخنه هذول ديكو صبيعك هلا
مرت عمي بدنا نعملها شي نهار. شكلها مغري. ليكو الاولاد تركوا الجاج. ميحة. بيحبها كتير. ايه اوه لا هيك كتير ما ضل غيره يا مرت عمي. لا لا زبضوا. هلا سهلة. يلا عاد يا نار. خزقي خزقي مرت عمي. حبك نار. حبك نار. هذا هو النار. وقلبك حفية. لا لا بدك شيء عن ماما. قولي لي. ما بحبوا لزلجل حي ابدا. لا ابدا ابدا ابدا. ما إلا مرق فيه سبحان الله. انت عم تقولها من طلعين ولادها. لك دخيلك يا مرت عمي لقمة إن شاء الله خبز وزيتونة أكيد أكيد مع نقبل مرتاح وناس طيبين صحة زايدة إيه والله صحة زايدة قبل كل شيء إيه والله يسلم تمك ويكون مع ناس منحبون إيه بتسوى الدنيا أكيد أكيد الله أهلا وسهلا والله ما شاء الله في مهني هني إيه منهنة منهنة هتنهنة يلا يا سلام يلا تفضلوا معنا يا جماعة حط لك هم بطاطا طيتين يلا ليكو البحر تعالوا اقرب لكم تشوفوا الموج كيف عامل يا الله سبحان الله بس يكون في هواء كيف الموج البحر كله بيكون امواج هذا الجامع شو بحب شكله بيذكرني بالجوامع يلي بيعمروها بتركيا نفس الشكل مثل شكل الجوامع يلي منشوفها بتركيا معمرينه على نفس الديزاين خاصة هيك بوش البحر قدامه هالأشجار النخيل سبحان الله شي بيريح النفسية عمي ضد عقلها تقعد قدام البحر قلب الدوخ وكل ما بشوفها لمرت عمي ويكون البحر قدامنا بلاقي مرت عمي شو رايك بهالمنظر بتقلي يا ليلى تخيلي لو هيدا كله لبن قد ايه بده كوسه بدوخ اذا كان قاعد صار بسفينه بالبحر او شخطوره او مركب يعني بس بدوخ مجرب اطلع بالبحر ايه مرت عمي سبحان الله عن جد كل انسان له طبيعته مرت عمي بتدوخ اذا شافت البحر كتير يعني بيفتل راسها يا حرام فسبحان الله كل انسان شكل يعني قد نحن بنحب نروح على البحر وناخذها معنا ما بنسترجي مرت عمي بتقول ابدا يعني لا بحر ولا مشاوير بعيده على الجبل الاثنين لا الله يطول بعمرها ويخليها بصحتها وعافيتها يا رب امين رب العالمين ما احلى هالبيوت هيك بواجهه البحر يا هادي كلها بيوت هيك بتحسها مثل الشاليهات